مستوى التجزئة، وهذا حقيقة خلل تعميري خطير، وكان المفروض أنه يتم الإشارة له في إطار التشخيص الخاص بهذا البرنامج. ودون تحليل الأرقام والمعلومات الواردة، حيث يعاني القطاع من غياب الوعاء العقاري لبناء المدارس في عدد من الأحياء بالمدينة، مما ساهم في الاكتظاظ، بالإضافة إلى العديد من المشاكل التي يواجه هذا القطاع. ونفس الأمر ينطبق على قطاع الصحة الذي خصص له التشخيص صفحة واحدة ونصف، ولم يتضمن أي معطيات حول الإشكاليات الحقيقية والاختلالات التي يعاني منها هذا القطاع الحساس. فمجموعة من الإشكاليات عندها علاقة بقطاع الصحة كان المفروض يتم إثارتها، لأن إحنا كمجلس إطار هذه الوثيقة ما مطلوب منا أن نقوم مقام القطاعات الوصية ولا نقوم بمهام قطاعات تابعة للحكومة اللي عندها ميزانيات كبيرة وبتنفس. ولكن بحكم أن هذا القطاع مدير المجال الترابي والنفوذ الترابي الخاص بالجماعة، من المفروض أن جميع الأمور حتى تكون عندنا رؤية واضحة للتنمية في المجال، خاصة عند جميع القطاعات على اختلافها، سواء اللي احنا مساهمين في إنجازها ولا أنها منجزة على مستوى التراب ديال الجماعة، ولو بدون مساهمة الجماعة خاص يتم تفصيل فيها وذكرها على مستوى التشخيص، باش يكون عندنا واحد رؤية متكاملة لجميع القطاعات. نفس الأمر ينطبق على قطاع الصحة الذي خصص له التشخيص صفحة واحدة ونصف، ولم يتضمن أي معطيات حول الإشكاليات الحقيقية والاختلالات التي يعاني منها القطاع هذا القطاع الحساس. وكذا قطاع التعمير والبيئة وغيرها من المحاور، وضعية المساحات الخضراء والفضاءات الموجودة على مستوى الخصائص كما وكيفا، لأن عدنا فيما يتعلق بالمساحات الخضراء فعلا خالد اتفاق مبدئي على أن عدنا نقص على مستوى المساحات الخضراء، وعدنا حتى نقص على مستويات اللي مهيئة بها المساحات الخضراء الموجودة. وبالتالي إحنا في إطار التشخيص دوره هو أنه يعطينا رؤية واضحة، يقولنا رأيك خالد إن كان عدد الساحات الموجودة اللي فيها اختلال تحتاج إعادة تهيئة وتحتاج إصلاح، وراعي التصور اللي عندنا من خلال الأحياء الموجودة على أن خالقين مجموعة من المساحات الخضراء اللي خاصة يتم إنجازها من البداية، لأنه عاد حقا هذا يسبب مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالارتماء على 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 بعض الساحات، وتشييد عقارات الأغراض السكنية والأغراض التجارية والأغراض أخرى. من أجل وضع حد لهذه الأمور هذه، من المفروض أن هذه الوثيقة تعطينا رؤية واضحة كيفية مواجهة هذه الأمور، ووضع برنامج يحدد عدد المساحات الخضراء المراد تهيئتها واللي مراد مثلا إعادة إصلاحها، باش عندنا رؤية واضحة فيما يتعلق بالمساحات الخضراء. أيضا مشكل السقي، هذا عنده ارتباط بمشكل السقي، ناقشناه في إطار دورة سابقة باتفاقية اللي كان قدم لنا الناس ديالنا فيما يتعلق بمحطة لمعالجة المياه العادمة. محطة كنا صارحنا على أساس أن ذاك الشبكة اللي يتم مشروع كان اتفاقية مع مجلس الجهوي من أجل إعداد شبكة سقي من خلال محطة معالجة المياه العادمة، وهذا كان عندنا إشكالية وعندنا ملاحظات، وتم يعني تأجيل البت في هذه الاتفاقية نظرا ليكون مكتب الماء الصحي للشرب أعطى ملاحظات تم أعطى أمور عندها علاقة بالفاكتورات بالأمور اللي تعود شوي ما هي معقولة. رحنا ذيك الملاحظات على أساس اللي يتم إعادة النظر مراجعة الاتفاقية بالضبط هاي الأمور اللي عندها علاقة اسمها الأمور اللي عندها علاقة بالفاتورات. هذا من جهة. أيضا وضعية شبكة الصرف الصحي، عدم ذكر شجرة المشاكل من خلال الأناليز ترانزاكسيونال بين القطاعات، يعني تأثير القطاعات دائما على مستوى التشخيص. نجم القطاعات ما نتصور بأن كل قطاع راهو على مستوى المجال الترابي هو قطاع مستقل والله وحده، لا، هو ترابط بين قطاعات كاملة، لأن قطاع الماء عنده علاقة بالصناعة، عنده علاقة بالسكن، عنده علاقة بمجموعة الإشكاليات. نفس الشيء البيئة عندها علاقة مولي بالماء، عندها علاقة بمشاكل الصرف الصحي، عندها علاقة بمشاكل مرتبطة بفترات اللي تجي فيها الشتاء في نفسه. يعني هذه الأمور كاملة من المفروض أنه يتم إدراجها وأخذها بعين الاعتبار على مستوى التشخيص. بخصوص القطاعات الاقتصادية، فالتشخيص لم يتطرق للعديد من القضايا الجوهرية، فمثلا التأثيرات الإيجابية والسلبية للميناء الأطلسي الجديد بالنفوذ الترابي لجماعة عكو. هون احنا في حالة إذا تم بناء البدء في استغلال الميناء الأطلسي على مستوى جماعة عكو، هون احنا عندنا قضية مهمة على أنه الميناء القديم اللي في الداخل حاليا ما كتياها يوفر للجماعة عائدات توصل إلى حدود 70 مليون درهم، يعني واحد المبلغ اللي هو كبير نتيجة تفريغ المنتجات السمكية على مستوى الميناء. في الحالة إذا تم البدء في استغلال ميناء الأطلسي الجديد،
هذا ليعود سبب أن جميع عمليات التفريغ اللي يتم على مستوى الأطراف، ولذلك داخل في إطار النفوذ الجماعي اللي خاص بجماعة عرقوب، وهذا يعود عنده انعكاس كبير على موارد الجماعة، وبالتالي هذا خاص ينطرح وتنطرح له بدائل، تعود مهيئ للمجلس بدائل لمواجهة هذا النوع من الأمور، لأن هيك 70 مليون من الدرهم راح تغطي مجموعة من المصاريف ومجموعة من الحاجيات اللي عندها علاقة ببرمجة ميزانية خاصة بالجماعة، وبالتالي هاي الأمور هذه نطرحوها بعين الاعتبار، نناقشوها، نشوف الإشكاليات اللي فيها، شنو هي الحلول اللي ممكن نقترحها لمواجهة هذا النقص في حالة إذا وقع عندنا الصبح والنهار الثاني، ما نحاولوا لين يمشي عندنا ذا البردود ونعود ذاك تو نفكروا في هذا من جهة. هذا من جهة، وأثر ذلك على موارد الجماعة وما يرتبط باحتمال، هنا ضع يعني نقطة على باحتمال نقص نقل أسطول الصيد التقليدي بمنطقة لاسارقة، لأن احنا ضاقت فيها بحكم عدم وجود بلون داميناجمون ديال الجماعة، هذا يخلينا ما عدنا نسمعوا كلام ونسمعوا يعني أخبار على أن هذا منطقة ديال لاسارقة اللي يتم تحويلها لمناطق ثانية وتم تفريغها من أسطول الصيد التقليدي، هذا اللي عنده انعكاسات كبيرة أولا سابق لا تعود انعكاساته على المستفيدين البحارة اللي يعودوا في متياها، اللي يعود عنده انعكاسات كبيرة على الدور الاقتصادي على مستوى الجماعة. ورانا شفنا في الفترة الفايتة اللي وقفت فيها الراحة البيولوجية شنو هي الآثار السلبية اللي وقعت، الحالات الاجتماعية والانتحارات اللي وقعت ومحاولات الانتحار اللي وقعت بسبب أن هذا الصادق كانت وقت ما كانت، وبالتالي هذا خاصنا احنا نضبطه في عين الاعتبار ونخمو فيه ونخمو في الحلول اللي مرتبطة به، وهذه هي فرصتنا، هذا التشخيص هو اللي يطرح لنا بالضبط شنو هي الإشكاليات ويوقف بالضبط مولي على الناس والبحارة اللي هم معنيين اللي يعطوك مقترحات الحلول اللي ممكن نواجه بها هذا الامر. هذا من جهه، ومن جهه اخرى يعني بلورت افكار وحلول لمواجهه هذه الاشكاليات وغيرها، ايضا بين القطاعات الاقتصاديه اللي تم تجاوزها والله تم مثلا الحديث عنها بشكل اللي هو مختصر وعابر، قطاع السياحه والبنيه التحتيه، الخدمات السياحيه، ما يتعلق بالتكوين، سبل استثمار مؤهلات المدينه والجماعات المجاوره، الفلاحه والصيد البحري والخدمات والتشغيل ايضا. بشكل عام التشخيص كان هناك مجهود يستحق التنويه، ما نقولوا بانه هذا نخصم هذا الامر، ولكن كان مجهود تقني واضح، وكانت مجهودات عندها علاقه باللقاءات التشاوريه فتحت لعدد كبير من الفاعلين المحليين، ولكن هذا اي عمل لا بد له من نقائص، وهذا هو دورنا احنا نطرح النقاط على الحروف ونعتوا المشاكل اللي هي التشخيص يلامسها ويحاول يشير لها ويعيد النظر فيها ما يرتبط بتجويد هذه الورقه، لان هذه الورقه في اخر المطاف هي اولا عندها فائده للجماعه تعطيها رؤيه واضحه للتنميه على مستوى الجماعه، وعندها فائده ايضا على انها وثيقه للترافع لدى الجهات المانحه وعلى الجهات الرسميه والجهات المركزيه، لان عندك وثيقه خلي الناس خبراء منين يشوفوا الوثيقه ويشوفوا الطريقه اللي تم اعدادها به، الطريقه اللي هي مدروسه وفيها مقاربه تشاركيه واضحه وفيها ذكر المشاكل الحقيقيه، يكونوا على يقين بان القطاعات المركزيه ولا الجهات المانحه تعود يعني مستعده للمساهمه في المشاريع اللي ممكن تجاوز بها هذه المشاكل. بشكل عام التشخيص لم يلامس مجموعه من المشاكل والاختلالات التي تعاني منها المدينه بشكل لن يسمح المجلس ببلورة رؤيه واضحه للتنميه. غياب خط ناظم بين نتائج التشخيص والمشاريع المقررة بشكل يجعلك تشعر وكأن هذه المشاريع قد تم وضعها قبل إنجاز التشخيص أو في أحسن الأحوال دون اعتماد عناصر التشخيص، يعني نجم مجموعة من المشاريع اللي تم إنجازها في الوثيقة الأخيرة الخاصة بالمشاريع ما عندها ارتباط ولا عندها مثلا علاقة بكياية تنعت من خلال التشخيص، يعني التشخيص دوره شنو؟ يطرح المعطيات يا قطاع الفلاحة مثلا يقول راعي المعطيات الرسمية، راعي ما يتعلق بالبنيات الأساسية، البنيات التحتية، راعي اللي عندنا في الفلاحة، راعي الخدمات المقدمة على مستوى الفلاحة، ذيك الأرقام من خلالها إنذار تحليل تحت التعليق ينعت شنو هي الإشكاليات وشنو هي الأمور اللي اختلالات في ذاك القطاع، وبالتالي يعود المشروع هو إجابة عن ذيك الاختلالات اللي تمت الإشارة لها في إطار التشخيص. هذا الحكم بالملاحظات اللي شفناها. وضمانا لاتقائية المشاريع والبرامج التي تمثل أحد أهم عناصر الحكامة الجيدة ولبلورة رؤية واضحة للتنمية بالمدينة، يتعين إدراج كل المشاريع القطاعية المنجزة والمبرمجة بالنفوذ الترابي. وبالنسبة للمشاريع المبرمجة مرحلة بعد التشخيص لم تتضمن أي حلول للعديد من الإشكاليات،
خصوصا ما يتعلق مثلا بالموارد البشريه. احنا ما يمكن نتصور ان جماعتنا تحقق هذه الامور اللي احنا لوذوها كامله وهي مشاريع كامله اذا ما عاد عندنا واحد طاقه من الموارد البشريه المؤهله والمكونه والكافيه. نحن عندنا نقص من حيث الناحيه العدديه وعندنا نقص حتى من الناحيه الكيفيه. وبالتالي هذه الامور ما تمت الاشاره لها وما اللي فيما يرتبط بالبرمجه المشاريع المبرمجه ما فيها اشاره اذا كان جماعه اللي تنفتح على 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 موارد بشريه جديده على اطور تقنيه جديده على مهندسين مثلا على هاي الامور كان من يرت الوثيقه تشير لها ولو بشكل مثلا موجز على انه لا يتم التفكير في حلول عندها علاقه تجاوز اشكاليات مرتبطه بالموارد البشريه. الموارد البشريه ما يمكن نعدلوا هذا الشيء كامل. ميزانيه ديال الجماعه نشوفوها تلحق الى مليونين 200 مليون ديال الدرهم 300 مليون ديال الدرهم ونجم الموارد البشريه عندها ضعيف. وبالتالي هذا الشيء ما يمكن اشكاليه كبيره خاصه يتم ادراجها بشكل جدي على مستوى الوثيقه. نفس الشيء ما يتعلق بالتعليم والصحه القطاعات الاقتصاديه ما يتعلق بالحرفيين والمهنيين عندنا اشكاليات عندهم علاقه بهذول المهنيين على مستوى المدينه الميكانيكوات وهذو اللي يقولوا هذو اللي خدامين ديال مسائل النجاره وهي الامور هاي الحاجه تاثر على الساكنه على مستوى الجماعه. وعندنا مقابل ذاك امكانيات تفعيل المنطقه الصناعيه وتجاوز اشكاليات مرتبطه بها باش نحلوا هذه المشاكل بشكل اللي يخلي جماليه المدينه مولي هذا عنده انعكاسات على جماليه المدينه وعلى راحه المواطنين وحتى على جوده الخدمات اللي يقدموها ذوك الناس المهنيين. اذا ما وفرنا لهم فضاءات مناسبه ما يمكن نتوقعوا انهم يقدموا خدمات في المستوى كما يتطلب الاخر. ما يتعلق بمشاكل عندها علاقه بالتجزئات السكنيه، مشاكل احنا نقيسوا مدن اخرى نجبروا الناس قاطعين هكتارات من التجزئات السكنيه ولحقوا مستويات من التعاون والانفتاح للفاعلين والمعيشيه الاقتصاديه اللي حلوا مشكله السكن من خلال تهيئه مجموعه من التجزئات السكنيه. احنا عندنا تجزئات قليله ما قدرنا نفكروا في طريقه ولا في حل ولا حتى تصور من خلال هذه الوثيقه اللي من خلاله نتجاوز الاشكاليات المرتبطه بالتجزئات السكنيه. هذا كامل مولي عنده علاقه بالتحيين وثائق التعمير وعنده علاقه مجموعه من الامور وحتى يصل التفاصيل ما بغيت نذكرها غير بعد على العموم تقريبا اهم النقاط اللي سجلنا عندها ارتباط بهذه الامور اللي تمت الاشاره لها. وفي الاخير نحاول نشير لاهم المواضيع والمشاريع اللي تم استهدافها من خلال هذا البرنامج. البنيات على مستوى البنيات التحتيه تم التطرق للمشاريع عندها علاقه بالتطهير السائل شبكة الماء الصالح للشرب، شبكة الإنارة العمومية، تأهيل شارع الولاء كذلك. احنا هاي المشاريع كاملة بالحقيقة ننوهوا بها ونقولوا بها أنها فعلا حد عدل هذه المشاريع راه قاعد تقطع شوط كبير فعلا. ولكن احنا ما بغينا يعود، احنا طموحنا كبير. وقاعد باغيين نبقى ولا ضيقين ونشكروا مثلا المشاريع اللي هي بسيطة عندها علاقات بالبنية التحتية. احنا هذه الأمور طموحنا فيه أكثر. وشباب اختيار المعروض طامحين للمسائل أكبر من هذا الشيء. وكاين فرصه باش تتحقق امور اكثر من هذا الشيء. ولكن هذا الشيء فعلا المسائل اللي احنا ما قدروا يكون ننوهوا بها خصوصا ما يتعلق بالتشكيل الصرف الصحي والاناره العموميه وهذا الشيء يتعلق بتهيئه الساحات وهي امور تتعلق بمجال الرياضه وحتى فيما يتعلق بالتجاره هذا اسواق اللي يتم انجازها حتى هي عندها انعكاسات ايجابيه على مستوى المدينه. لكن احنا طموحنا اكبر ونختاروا هذه الورقه تعود ان شاء الله من هون قدام طرحا النقط على الحروف رغم اننا نعرف الاكراهات المحيطه بهذا الشيء كامل ولكن ما امكن اذا قديتوا اهم الاختلالات اللي تذكروها في هذه الوثيقه ليعود ان شاء الله افضل ومساعد الجماعه على اداء مهمتها. السلام عليكم ورحمه الله.